الشاعر القدير صالح الشادي كتب كثيرا للوطن. في هذا المقطع جمع مجموعة من أغانيه الوطنية. خلونا نعرف يعني قصة حكاية الجمع هذه ونرجع نعلق عليها. الشاعر القدير أبو نواف صالح الشادي أعطانا عمل خاص، مجموعة أغاني، مجموعة فنانين يجمعها فقط حب الوطن، ويجمعها أيضا أنه كاتب كلماتها هو الشاعر صالح الشادي أبو نواف. هذا العمل الميكس الجميل اللي أعطيته إياه ليهلا بالعرفج، إيش قصته؟ طبعا تحية لبرنامج ليهلا بالعرفج، تحية للدكتور الغالي والعزيز أحمد العرفج، وتحية للأستاذ فرح على هذا البرنامج الثقافي الإعلامي الإثرائي. العمل اليوم هو عبارة عن مكس من مجموعة أعمال وطنية تحدثت عن حب الوطن في مناسبات متعددة ما بين يوم التأسيس والأيام الوطنية العادية ومناسبات أخرى. واللي يميز هذا المكس أنه جمع مجموعة من الأصوات الوطنية الرائعة، مثل محمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله رشاد، طلال سلامة، طلال سلامة، وحتى طلال مداح، يعني كان من ضمن الكوكبة. طبعا هذا شيء بسيط جدا، ومهما قدمنا ومهما تغنينا ومهما كتبنا الوطن أعتقد أنه لنا في حقه. كل عام والوطن بخير، وقيادتنا العظيمة بخير، ووطننا وشعبنا بخير، ومن تقدم إلى تقدم ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. طيب أبو نواف، هل في أعمال وطنية قادمة إن شاء الله بعد يوم التأسيس؟ إن شاء الله في أعمال المفروض ننشرها اليوم، بس قلنا خليها في وقتها. مين ملحنينها؟ مين فنانينها؟ في أشياء مع الأستاذ ناصر الصالح، وفي عمل مع محمد عبده لم يكتمل بعد، وفي أبريت، ولكن له مناسبة أخرى إن شاء الله بإذن الله يرونه قريبا. طيب أبو نواف، الناس يسألونك دائما أنه لما تكتب في الوطن أنت تكتب بحماس زايد، إيش الدافع هذا الجميل لما تستذكر الوطن؟ إيش يجي ببالك وأنتك شاعر؟ أهلك، ربعك، أرضك، طفولتك، جزء من ذاتك. تتكلم عن الوطن تتكلم عن ذاتك بدون شك. طيب في قصيدة لك أنت جمعت بين الأم والوطن، إيش العلاقة بين الأم والوطن؟ الوطن أم والأم وطن. الله عليك. شكرا للأستاذ صالح الشادي، والتعليق عندك دكتور. الشكر لأبو نواف. الحقيقة أبو نواف حزمة أغاني وحزمة قصص وحزمة ابتهاجات وطنية وعاطفية. أشكر أنه خصنا بهالمقطع أبو 4 دقائق، وأيضا قبل أن أودعكم يا أبو يحيى أشكر أبو محمد الأستاذ سعود العويس، أرسل لنا كيكة مكتوب عليها هاشتاج اليوم العالم للتفاعل مع العرفج. الشباب ما شاء الله وأنا معهم ترسل الكيكة قبل لا تحصل. كل الشكر وكل الشكر لك دكتور، ونشوفك إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله. شكرا للدكتور أحمد العرفج، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.